السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم على بعض الشخصيات من أقاربنا وجيراننا اللي أثروا فيها. أول واحدة فيهم كانت أمي الصغيرة اسمها رجاء، وكذلك كانت قريبة والدي الله يرحمه، وكانت يتيمة الأم والأب، وجات البيت عندنا وبسم الله ما شاء الله، يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان لها فضل كبير جدا عليا في تربيتي وأنا صغير، مش تربيتي فقط وأنا صغير، تربيتي وأنها تساعدت والدتي إلى آخره. والدتي الحمد لله ربتها لغاية ما كبرت وتجوزت، والحمد لله ليها أبلادها وأحفادها دلوقتي. الشخصية الثانية اللي أنا تعلمت منها أشياء كتيرة جدا جدا هي شخصية واحد من أقارب والدتي الله يرحمه الله يرحمها، كنا مسمينا عم عبد الفتاح صلاة النبي. وليه مسمينا عم عبد الفتاح صلاة النبي؟ عم عبد الفتاح صلاة النبي ده كان ابن لعائلة غنية جدا جدا من بردك من منطقة الدرب الأحمر ودرب شغلان حتى اللي هناك دي، وكان هو الطفل الولد الوحيد على 5 أو 6 بنات. ويوم ما اتولد أمه كانت فرحانة جدا بيه، زي ما كان بترمي جنيهات ذهب على الناس في الحارة اللي هم كانوا عايشين فيها. فطلع عم عبد الفتاح صلاة النبي ده اللهم ارحمه يا ربي، طلع متدلع فما كملش تعليمه، ما اتعلمش خالص، فما كانش عنده أي مهنة، فاشتغل بيشتغل سمكري عند في بعض الورش السمكرة اللي موجودة، وكان دايما يزورنا كل شهر. كانت والدتي الله يرحمها يعني بتساعده زي ما بتساعد أي حد تاني، فلكن كان من كرمه وحسن أخلاقه، كان هو طبعا أول حاجة علمني التراث الشعبي القديم، الزنات الخليفة وشاطر حسن وست حسن الجمال وكل الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت ما كانش يدخل علينا البيت إلا وفي إيده شيء جايبه لنا، ليمون، برتقان، بطيخة، جزر، فجل، أي حاجة من دول، لأنه جاي من بيت كرم، وكان ما يحبش يروح عند ناس إلا لما يكون معاه هدية لهؤلاء الناس حتى ولو كان يعني من المحتاجين. الشخصية الرابعة هو عم سلطان. مين هو عم سلطان؟ عم سلطان ده كان شاب، كان طفل صغير عنده 14 سنة أو 13 سنة من الصعيد من أسيوط في جنوب مصر، وفي يوم من الأيام قرر يتمرد على الأسرة بتاعته وتركب القطر زي ما الناس ركب القطر ووصل لمصر، ما عرفش يروح فين. ففي يوم من الأيام كده جدي الكبير الله يرحمه، جدي الجريس اللي هو والد والدتي، لقى الشاب الصغير ده نايم في الشارع قدام المحل بتاعه، فأخده انت من جاب هنا يا ابني جاي من حتة فنية، فأخده يشتغل عنده في الدكان ورباه لغاية ما كبر وبدأ يعلمه حاجات أساسية في التجارة وفي الشغل وفي الحاجات دي كلها، وأصبح بعد كده لما كبر يشتغل حاجب. حاجب يعني في المحكمة زي ما انتم عارفين، هو بيقول يعني يدخل الناس لغرفة قاعة المحكمة ويخرج الناس من قاعة المحكمة. عم سلطان ده لغاية ما مات كان دائما يجي لنا يزورنا في الصيف هو وزوجته رحمة الله عليهم، ويجيبوا كل أقفاص البتة والفطير المشلتت والجبن القريش والعيش الشمسي والحاجات دي كلها، لأنهم كانوا من بيت كرم وكان عمرهم ما يقولك بيتك وإيديهم فاضية، وكانوا دايما كرماء معنا. الشخصية الرابعة اللي هم بعض أقاربنا اللي كانوا في حتة اسمها المحلة الكبرى، المحلة الكبرى دي كانت قلعة صناعة الغزل والنسج في مصر، وكانوا كل هؤلاء كانوا من قرايب ووالدي رحمة الله عليه. كان دايما على عيد الثورة اللي هو في يوليو في الصيف تيجي اللي هي قريبتنا دي ومعها أولادها عشان يتفسحوا في القاهرة، وده بقى مليانة من كل الأقمشة والأعلام اللي بيعملوها في شركة غزل ونسج المحلة اللي كانت معمولة هناك، وكانوا دايما يقولنا بهدايا كثيرة جدا. ووالدتي الله يرحمها كانت ما بتفرقش ما بين قرايب الوالد وقرايب الوالدة لما بيجوا يزورونا في البيت، وده كان من ايه من شخصيتنا. اما الأخيرة فهي كانت امرأة كبيرة في السن، كانت يعني وهنا بيديك الثقافة بتاعت لابد يكون في بيتك امرأة، اما خالة او عمة او جدة او قريبة او الى اخره كبيرة في السن عشان تكون هي بيت الحكمة في هذا السن، خاصة لما يكون الشباب لسه متجوزين جداد وعايزين حد يعيش معهم علشان يزبط لهم اللي هو الـ الامور في البيت. فكان اسمها ام تسالي. ام تسالي دي كان كلنا بنحبها، كلنا بنحبها، كلنا نتمنى انها تزورنا، بالرغم انها قرابة بيننا وبينها كانت بعيدة جدا جدا، لكن من ناحية ايه والدتي الله يرحمها كانت اختي الكبيرة، كانت نفسها في حياتها انها تيجي تعيش معها بعد ما اتجوزت، علشان كده قالت لها طيب. كانت هي بترعى اخوها، كان ليها اخ ضرير
كانت قالت لما لا ان شاء الله يعني ايه بعد لو اخويا توفى والله حاجة اعيش معاكي. وللاسف يعني مات اخوها ومات هي ولم نستطع انها تنتقل لبيت العيلة عندنا في المهندسين ومدينة الأواف بعد ما لأنها توفت على طول يعني رحمة الله. الشخصيات دي بتعمل في قلب أو في عقلية الطفل آثار إيجابية كبيرة جدا 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 من نوعية الناس اللي بنلتقي بيهم واحنا صغيرين فبيأثروا علينا سلبا أو إيجابا، وده معناه اللي هو صلة الرحم وأصحاب الوالد وأصحاب الوالدة والأقارب والأهل لما بيجوا في البيت بيثروا شخصية وثقافة الأطفال اللي موجودين عندك في البيت. جزاكم الله خير وحسن مشاهدتكم للفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وفي نفس الوقت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.